فاجأت أني بوجود فيديو منزله السيد النائب إنه الكاميرات الحرارية مطار بغداد الدولي ما تشتغل، وتفاجأت إنه يقول قراءتها خطأ. يعني ما أعرف هذه مصادرة الجهود، ليش جهود الناس اللي اشتغلت من الصبح لليل، ومن الليل للصبح 24 ساعة الكاميرات هذه قدامكم شغالة وكل شيء، ما بيها كل الموضوع في صالة نانوات كانت أكو عملية ترسيد للكاميرا، تم استغلال وقت وجود طائرة نازلة من القاهرة غير مشمولة بالفحص، لأنه المشمولين بالفحص فقط 8 دول موبوءة لا غير، باقي الطائرات غير مشمولة بالفحص، الجوازات كلهم موجودين وكلهم لابسين كمامات وكل الفحوصات، عندنا صور وعندنا تثبيت وعندنا ناس اللي هم مسافرين يحشون. واحدة من السفرات على الطائرة الإيرانية أتصور كان موجود دكتور عبد الأمير المختار من وزارة الصحة، تفاجأ بوجود الفريق الطبي وصوروا وياهم وشاف عملية التصوير بنفسه. ما أعرف ليش السيد النائب نزل هذا المقطع الصغير من الفيديو، ما أعرف ليش ما سمع أو ما نزل فيديو مقطع، أي ما سمع أو ما نزل الكلام اللي شرح لي إياه دكتور عامر، إنه هذه مو خطأ بالقياسات مال الكاميرا، وإنما هي مبرمجة على هذا الأساس حتى تقدر تلقف أي حرارة حتى يتم فحص المريض المسافر العفو مرة ثانية بالمحرار الإلكتروني اليدوي. والتأكيد اليدوي والتأكيد على الحرارة الفعلية.